انت شايف ايه يا عبد الله؟ انه حكموا كويس الاخوان، حكموا كويس؟ لا ليه؟ يعني دخلوا الدين في السياسة، ما ينفعش. احنا الدين دين والسياسة سياسة. تمام. احنا هم ما لقيناهمش حكموا كويس، الشعب نزل عليه. طب بقى ام هو بعد كده بيدخلوا الكنائس والمساجد عمالين يكسروا فيها، ده اللي بيسموه الدين اللي هم بيدعوا ليه؟ والله يعني سؤال صعب يا عبد الله، انا ما عنديش اجابه. بس عايز اسالك يعني، يعني الناس لما سمعتك وانت بتتصل بينا يعني، وهقول لك سر، انا قلت ان اكيد بقى جنبك حد من اهلك، بابا ماما. ماما فعلا كانت قاعده جنبي بس ما بتقوليش اي حاجه. بس انا قلت انه يعني ممكن يكونوا قالوا لك قول كذا كذا كذا. لا. بس وانت بتتكلم دلوقتي بسم الله ما شاء الله عليك، يعني انا شايف انك انت كل ارائك مكونها من نفسك، لكن انت بتقعد مثلا مع مامتك بتناقشوا مع بعض في السياسه وكده؟ طب وايه رايها هي في اللي بيحصل في البلد؟ هي رأيها بتقول برضو ان ما ينفعش كده. هي قالت انا مش بفضل ان السيسي يترشح عشان خايفة عليه، بس هو بلد ما تنفعش غيره. يعني هي مع ترشيح السيسي؟ انت لا؟ انت بتختلف معها؟ طب وانتوا قاعدين دلوقتي قبل ما تدخلوا على الاستوديو، قالت لك تقول ايه وما تقولش ايه خالص؟ قالت لي بس اتكلم عن الصحة. عن الصحة؟ الصحة، صحة ايه؟ يعني بنشد وزارة الصحة ان تنزل مستشفيات الحكومة الناس نايمة فيها على البلاط، بالذات مستشفى بتاعتنا القناطر الخيرية الناس نايمة على البلاط. اسوأ حاجة الاجهزة ملوثة. طيب احنا بالمناشدة بتاعت عبد الله، عبد الله نصار، طفل اللي عنده 12 سنة واللي بيتكلم بسم الله ما شاء الله عن السياسة، وبيناشد الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة انها تتم بمستشفى بلده، بمستشفى القناطر، لان حالتها سيئة.